مش طويل هيك تقريبا بهالطول، وحده طويله وحده قصيره مثل ما انا حضرت هون، مش اكثر من قماشتين. اللي ما حضر للفكره بفضل يحضر هلا لحتى بهالوقت. علمكم شو لازم تعملوا اذا حابين تعلقوا المكوك على قماش، لان هيدي ما علمتها بالفقره الماضيه لضيق الوقت. اول شيء الفكره سهله، كيف تعلمنا انه نحط الخيط، نعلق الخيط بالقماش، بتعلقوا الخيطان عادي، بتشكوا اول شيء السنارة الكروشيه بالقماش، بتضغطوا عليها لحتى لا ما تعلق، بترجعوا بتسحبوا شوي من الخيط وبتشتغلوا زرتين او ثلاث زردات اللي هن حسب انتو شو حابين. بترجعوا اذا حسب المسافة ثلاث زردات مثلا، بتحطوا مسافة ثلاث زردات تقريبا، بترجعوا بتشكوا السنارة، بتسحبوا الخيط وبتعملوا قطبة تانية. فيكن هلأ دغري تعلقوا، اول شي فيكن كمان تسرجوا القماش او تتركوا هيك. هلأ فينا بالقناطر اللي اشتغلناهن دايما الخيط لميلة ورا، يعني الخيط ملت الكروشيه عطول لورا، تسحبوا بقلب اول قنطرة، بتشتغلوا قطبة اكس، بترجعوا بتشكوا بقلب القماش. وفيكن اول دور كله تعملوا تعلقوا الخيط بالقماش، وتاني دور حسب انتو كم دور حابين مثلا تعملوا كروشيه بترجعوا تعلقوا القطعة، بترجعوا بتشتغلوا زرد اثنين فرضا، وبقلب القنطرة ميلة تحت، يعني ميلة الفوقانية بدها تكون على الوجه، بتشكوا اول شي بقلب القنطرة وبالخيط يلي بين ايديكن، بتشتغلوا قطبة اكس او قطبة زردة او حيلا قطبة، بلشتوا بزردتين بتكملوا بزردتين او حيلا قطبة انتو بتنقوها. بس لقلكن القناطر لأي سبب اشتغلناهم من ميلة تحت، كل ما كترتوا قناطر كل ما تعلقوا هالطرف بالقطعة يلي قدامنا. فاذا حبيت هيك نبذة سريعة ارجع لكم كيف تعلقوها لقطعه الدانتيل، وفيكم تخيطوا خياطه كمان على القماش او على الكمام او على الاكمام او الفساتين او الاوشحيه اللي انتم حابين تعلقوا عليها قطبه المكوك. لنرجع لموضوعنا، اول شيء بدكم فازان قماشه طويله وقماشه قد نص تقريبا القماشه طويله، كل ما كان طويله كل ما تزمزم اكثر تصير مثل مثلا هالقطعه هيدي المغيطه، ضروريه تكون تمغط كثير وتكون رفيعه مثل المغيطه يلي قدامي، بتكون رفيعه بس تمغط بشكل كثير لحتى لا تلف مرتين وثلاثه على الشعر. كل ما كانت طويله القماشه كل ما تزمزم بطريقه اكثر، وكل ما كانت عريضه كل ما تعطي حجم اكبر. رح حطها على جنب. فاذا هيدي القماشه رح تصير قد نصها، بنشتغل دايما على جهه اللي ما بتلمع، اجمالا الستان بلمع على الطرفين، فينا نختار الطرف يلي بدنا اياه، بنتنيه على الوسط اول شيء، بدنا نكويها مزبوط لحتى لما تعذبنا بالشغل. ناخذ طرف واحد وفينا من بعد اول شيء بنتنيه على الوسط، نرجع نتنيا بهالشكل هيدا، منقصها بطريقة ورابية، فيكن تدرزوها على مكنة الخياطة وبحال ما توفرت بتقطبوها على ايدكن. ليه عملناها بهالشكل؟ لحتى لا بس نلقطة من الاربع اطراف، من هون ومن هون ومن هالطرف، بدها لحتى لا تاخد شكل الدائرة ما تاخد شكل جالس. هلأ خياطتها مش بالضرورة تكون كتير على القد، بس المهم تاخدوا طرفين قد بعضهم، ولحتى لا يطلع الشغل اهضم ليكو انا بهالمغايطة شو فيكن تعملوا. هون رح تكون جهة الخياطة، فيكن تزينوها بالخرز، بس المهم الخرز يكون يعني بس تمغطوها ما ينقطش الخيط، لازم تكون كمية الخرز اكتر، يعني يا خيط من المغيط او يكون الحبل اطول من المسافة من هون لهون. فرضا مسافة صغيرة لازم الخيط تقريبا يكون قد المسافة وزيادة نصها،
وفيكن زينوا قد ما بدكن عن الأطراف، وفيكن كمان هون لحتى لما تبين القطبة تجيبوا نوع من الشبك، خيطان شبك كمان تتنوم بالوسط وتترزون عن الحرف هيك منا لوحدة. المغايطة بتصير بتاني ميلة، إذا ملاحظين هون ميلة الخياطة مش هون، يعني ميلة الخياطة بدها تكون على الميلة الفوقانية مش الميلة التحتانية. راح حطها على جنب وبلش اشتغل وعلقهم ببعضهم. فإذا أنا بدي استعمل خيط واحد مش خيطين، في إذا الخيط بنسير بدكم تنتبهوا منيح، تجيبوا ولاعة الديحة يعني تقربوها شوي على طرفها مش على الأخير قبل ما تحترق، وتمرقوها شوي إذا لأنه الخيط أو القماشة الساتان فيها نوع من النايلون بزموا على بعضهم هو بتبطل تكرل القماشة. وفينا أعمل هالشكل اتنين على بعضهم وارجع أعمل نوع من هالتانية هيدي الصغيرة وارجع خيطهم بهالشكل. وفينا بهالطريقة البسيطة لأنه التقل رح يكون هالميلة مش هالميل، يعني مش ضروري كتير تكون الخياطة متينة بهالجزء هيدا، بس أهم شي يكونوا تقريبا قد بعضهم مسافة شي نص سنتي من هون، والخيطان تكونوا كتير قراب يعني مزمزمة بطريقة كتير قريبة، مش هيك بهالشكل بعيد، لازم تكون زمزمة الخيط قريبة على بعضها بهالطريقة هيدا. هلا انا هون محتاجه للكشتبين لانه قطعه صغيره وضاع الكشتبين الاكوينو، فيني استعين فأزم بالكشتبين، بس لانه الساتان كتير رقيقه ما بدي شد بالشغل على الابره، اذا كانت القماش كتير اسمك اجباري تحطوا الكشتبين بايدكم كرمال حمايه اصابعكم، لانه الابره كتير مسمه وبتوزم الأصابع وممكن يلتهبوا مع تكرار الشغل. فإذا طريقة كتير سهلة كأنه عم نسرج، فيها الست تقعد هي والصبايا بناتها بالبيت أو أنتوا أصحابكم تنقوا كمية قماش مش عايزينهم، مثل ما شايفين انه هودي بقايا قماش. انا رح كمان بالحلقة الجاية ان الله راد رح اعلمكم كتير اشياء من بقايا القماش حتى ما تكبون تستفيدوا منهم باشكال كتير حلوة بتبيض الوجه، وفيكم تعملون كمان مثل كادويات، فيكم تعملوا مغيتات للشعر لكل مثلا تياب يكون لكم مغيطة بلون تيابكم، هيك تستفيدوا منهم من الاشياء اللي انتو بتفكروا انه صارت للكب فيكن تستفيدوا منها وتعملوا اشياء حلوة. بعد عندي شوي صغيرة انا، فاذا جهة القلب بلقت الطرفين ببعضهم نص سنتي تقريبا لهالمسافة، وفيني اكويا بس خلص الشغل بس خلص منها كمان اكويا بالعرض. هلا بقلكن كيف بدنا ننتبه، الساتان بدها تكون در حرارة المكوي كتير خفيفة لان في نايلون دغري بيحترق، ليكو شو بتعملوا من هون من الاول بنمسدها بايدنا للاخير، مش من الاخير للاول قبل ما ينقطش الخيط معنا. هون الباقيين فينا نقصهم ما بدنا اياهم، مش ضروري كتير تكون الخياطة على اخر على الاتيكات مثل ما بيقولوا. هلا فينا نكويها بالعرض وفيكم تتركوها هيك مثل ما هي والابره بتضلها فيها، او بنشيلها كرمال نقدر نتحكم بالقماشه. هلا بس نارة الكروشيه بتاخدوا طرف بهالشكل بتعلقوها فيها بترجعوا، ليكو شو عملت، بناخد تقريبا هالقد
منعلق السنارة فيها ومن قلبها نرجع مندخلها، يعني كأنه أو قلم أو سنارة كروشيه أو حيلا شيء لحتى نعملها على تاني ميلة. نسحبها بهالشكل، ما طلعت كلها. سحبناها على الوجه، فأذان علقناها بالسنارة علقنا طرفها لحتى نسحبها لتاني ميل. هلا منجيب المغايطة منعلق فيها دبوس إبرة أو دبوس شعر، منلقط طرفها بإيدنا مندخلها بقلب المغايطة بهالشكل هيدا. أنا بفضل إنه تنكوى القطعة قبل ما نعملها هيك، يعني أنا هون اشتغلت قطبة درستها على المكنة بالأحرى، ليكو كيف بتكون أرتب بحال صارت مكوية، والقطبة الثانية فيها تكون طويلة أو أقصر، والقطعة الثانية بالأحرى. هلا من بعد ما سحبتها على الوجه بجيب المغايطة فأذن وبرجع بمسكها بطرف وبفوتها بالطرف الثاني بقلبها، ما ننتبه ما نفلت طرفها الثاني بهالشكل هيدا. نسحبها نرجع نهديها بإيدنا ونربطها بطريقة كتير متينة. من بعد ما نربطها الأفضل نكون تلقطوها بالخيط لحتى يطلع شغلنا متين، ومش نحطها عشارنا ودغري تفلت. فأذن نلقطها بهالشكل من هالميل ومن هالميل. بالأخير نعملها هيك، نلقط الطرفين من القلب قد ما بنقدر للقوم، بس اكيد منعلقهم ببعضهم الخياطة على الخياطة بهالشكل هيدا تقريبا شي نص سنتي كمان منعلقهم ببعضهم ملت القلب قد ما نتحمل. بدنا ننتبه على المغايطة قبل ما نلقطها معهم بالغلط. وتاني ميلة فينا ميلة الخياطة فإذا نعلق فيها الخرز يلي بدنا إياه، وفينا نتركها مثل ما هي ونجيب قطعة تانية أطول قد أو أقصر بشوي صغيرة. هلا هون بدنا ننتبه على الخياطة نقلبهم هيك بهالشكل حتى لما يبينوا نلقطهم. أنا خلص وقت معكم بس إجباري فرجيكم إياها خالصة للأخير. آخر شي هون نعقدن نقيت خيط اسود لحتى لا ما كتير يبين. صفى عندي مغايطة شعر، فينا نجيب القطعة التانية اللي قلتلكن عنها كمان بالطريقة ذاتها، وين ما خيطنا محل خياطة نربط هالمغايطة فيها لتصفي بهالشكل حتى ما تبين مطرح الخياطة. صفى عنا مغايطة شعر كتير اوريجينال. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم هالفكرة هيدي. حضروا مزيد من الشقف اللي مش عايزينه لحتى لنعمل فكرة كتير أوريجينال رح تحبوها. أنا لراد بالحلقة الجاية بدي أقول لكم هلا باي باي لأن خلص وقت معكم.